أكد وزير السياحة ميشيل فرعون خلال معرض سوق السفر العربي بدبي أنه لبنان استعاد استقراره وعم بيتحضر لموسم صيف سياحي بيقدر يعوض عن الفترة الماضية، وقال أنه عم بيقوم باتصالات لاستعادة السياح الخليجيين قريباً. بالسعودية قالت الهيئة العامة للطيران المدني أن المملكة رح تبني مطار دولي جديد بمدينة الطائف لخدمة رحلات الحج، ورح تطلب من الشركات الأجنبية والمحلية تقدم عروض لتنفيذ المشروع على أنه يتم ترسية العقد بالنص الأول من 2015. يشار إلى أنه يوجد مطار بالطائف لكنه مخصص للرحلات الداخلية.